الحكمة تبني الأوتار وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا، وسيرة ربي أعطانا. الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى والسيرة ربي أعطانا، فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله التبيانا، نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل الرضوانا، مع صحبه آل الرضوانا. في كل صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا، نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقى أعلى شانا، وبهم نرقى أعلى شانا. وتزيد عطاء الإنسان يحكى أعطانا، فثلاثة فتيان بدأوا في نهج الآل بإحسانا، يروون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا، يهدون الدنيا ألوانا. وهكذا نكون قد أنهينا آخر حصة لنا في هذا العام الدراسي. كان عاماً مليئاً بالامتحانات والمصاعب، لكنكم تجاوزتموها بنجاح. أتمنى لكم إجازة ممتعة، حافظوا على أوقاتكم واستثمروها في العمل المفيد. شكراً يا معلمنا. أراكم في العام القادم، إلى اللقاء. معلمي! أهلاً بالشباب. أهلاً بك يا معلم. يعز علينا فراقك يا معلمي. وأنا أيضاً سأفتقدكم أنتم بالذات، كنتم من خيرة طلابي. هذه شهادة نعتز بها. سنلتقي في العام المقبل، لا تقلقوا. إن شاء الله. ماذا ستفعلون في عطلتكم؟ لا ندري، لم نخطط بعد. عليكم التخطيط جيداً ولا تنسوا نصيبكم من الدنيا. وأنت ماذا ستفعل في عطلتك يا معلمي؟ لدي عدة مشاريع، لكني أحتاج إلى فترة من الاسترخاء والتأمل. سأخرج غداً إلى البادية. جميل. سأقيم مخيماً هناك عدة أيام. في البادية يصفو تفكير الإنسان وتهدأ نفسه. هذه فكرة رائعة يا معلمي. فكروا دائماً هكذا. أنا مضطر للذهاب. هيا، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا معلمنا. اعتنوا بأنفسكم جيداً يا أحبائي. إن شاء الله يا معلمنا. رافقتك السلامة. كلام المعلم صحيح، يجب أن نخطط جيداً للإجازة. أنا مثلاً أفكر بأن أبدأ نظاماً غذائياً صحياً. أنت تحتاج لذلك فعلاً يا سليم. وأنت كذلك، كلنا نحتاج إلى الغذاء السليم. غذاء الفكر والعقل مهم أيضاً، يجب أن نبدأ مشروعاً للقراءة المكثفة. أرى أنه يجب أن نهتم بحفظ القرآن الكريم. أوه أصدقائي، المشاريع كثيرة، ماذا سنفعل؟ كيف سنبدأ؟ كلامك صحيح، علينا التفكير بهدوء والعمل على تنظيم وقتنا. ما رأيكما بأن تزوراني مساء اليوم؟ فكرة رائعة. أنا جاهز يا أصدقاء. أهلاً أهلاً بالشباب، شرفتمونا. ما هذا يا سليم؟ أهذا نظامك الغذائي الجديد؟ خبراء التغذية ينصحون بأكل الحلوى. يا شباب، لم نبدأ بعد، سأبدأ من الغد أو ربما بعد يومين. إلى متى سنؤجل خططنا هكذا؟ يا أصدقاء، اليوم انتهت المدرسة، لا تتعجلوا. حسناً، ماذا قررتما بشأن خطتنا؟ هذا ما اجتمعنا للحديث عنه. ها؟ الجهاز من جديد يا أصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعجبني اجتماعكم هذا وتخطيطكم لعطلتكم، لكني سأقطع عليكم أفكاركم وأروي لكم قصة. على الرحب والسعة. نحن متشوقون لسماع قصصك. إذن
هيا بنا. قصتنا اليوم عن رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وصاحبه في الغار، الملازم له في كل حياته، هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن أبي قحافة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقاً لأنه صدقه فيما كذبه فيه أكثر الناس يوم الإسراء والمعراج، وهو أول من آمن به من الرجال. في السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام بالانتشار في يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة، بينما كان أذى المشركين يتزايد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. عندها أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته بالهجرة إلى يثرب حفاظاً على دينهم وأنفسهم من بطش المشركين، فصار المسلمون يتسللون كي لا تمنعهم قريش، وتتابع المهاجرون فراراً بدينهم ليتمكنوا من عبادة الله. وقد تجهز أبو بكر رضي الله عنه للهجرة مع المسلمين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو ترجوه بأبي أنت؟ أي أترجو الإذن في الهجرة؟ قال: نعم. فبقي أبو بكر رضي الله عنه في مكة على أمل بأن يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وجهز ناقتين كانتا عنده استعداداً لذلك. فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة أتى إلى دار أبي بكر رضي الله عنه في وقت الظهيرة متخفياً على غير عادته، فاستأذن فأذن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك، زيادة في الحذر. فقال الصديق رضي الله عنه في اطمئنان: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه طالبا مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، والفرح يملأ قلبه: الصحبة، الصحبة، بأبي أنت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا لم يستطع أبو بكر رضي الله عنه أن يتمالك نفسه من شدة الفرح فبكى. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فلم أكن أدري أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. وفي طريق الهجرة إلى المدينة ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أروع الأمثلة في التضحية والذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكون فيه ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغار وضع رجله في جحر خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منه حية أو عقرب فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لدغته العقرب فلم يصدر صوتاً كي لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق تارة يمشي أمام النبي وتارة خلفه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله. عدنا سالمين رضي الله عنهم. أرأيتم فضل الصحبة الصالحة يا أصدقائي؟ الحمد لله على وجودكم. الحمد لله، علينا أن نحرص دوماً على مصاحبة الأخيار، فهم من يأخذون بأيدينا إلى طريق الفلاح. إنها رسالة من المعلم حكيم. ماذا بها؟ يقول فيها بعد التحية: لو شئتم أن ترافقوني في رحلتي إلى البادية غداً فأهلاً وسهلاً بكم، سأنتظركم في الساعة 7 صباحاً. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام! أنا مستعد! يا للحماسة! خبر سار حقاً! أنا متحمس جداً! قل له نحن جاهزون! سأجيبه في الحال. هيا هيا، كلوا جيداً! أمامنا رحلة شاقة غداً! يفيض الشوق أنهارا لمن قد شرف الغارا، لأحمد سيد الثقلين من
قد شع أنوارا وللصديق صاحبه رفيق الدرب أسفارا ومن لله قد بذل النفيس ليتق النار وكان بكل نائبة سخي الكف مدرارا وفي ساح الوغى بطلا على الأعداء مغوارا وحين الله أوحى للنبي ليهجر الدار يفيض الشوق أنهارا لمن قد شرف الغارا لأحمد سيد الثقلين من قد شع أنوارا وللصديق صاحبه رفيق الدرب أسفارا ويمم نحو طيبة يبتغي أزرا وأنصارا أتى الصديق يخبره وكان الأمر إسرارا وخلفه منبرى جمع من الكفار قد سارا يريد أذى بهم والله يسمع قولهم ويرى يفيض الشوق أنهارا لمن قد شرف الغارا لأحمد سيد الثقلين من قد شع أنوارا وللصديق صاحبه رفيق الدرب أسفارا فلبى دعوة الهادي مع المختار قد سارا يذود بروحه عنه ويدفع عنه أخطارا فبشره بجنات له قد أزلفت دارا وفردوس بها يلقى بساتينا وأنهارا يفيض الشوق أنهارا لمن قد شرف الغارا لأحمد سيد الثقلين من قد شع أنوارا وللصديق صاحبه رفيق الدرب أسفارا رفيق الدرب أسفارا الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان فنردد تاريخا يحكى والسيرة ربي أعطانا فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله التبيانا نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل الرضوانا مع صحبه آل الرضوانا في كل صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقى أعلى شانا وبهم نرقى أعلى شانا وتزيد عطاء الإنسان يحكى أعطانا فثلاثة فتيان بدأوا في نهج الآل بإحسانا يروون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا يهدون الدنيا ألوانا